بسم الله الرحمن الرحيم. CS 110، مدرستكم باسمة هاني. تذكير بموعد الكويز يوم السبت إن شاء الله 26 الشهر الساعة 8 مساء. راح تكون مدة الكويز ربع ساعة فقط، 5 أسئلة مالتيبل تشويس فقط، ماشي؟ هيكون معك يعني إنك تدخل ما بين الثمانية للثمانية وثلث أقصى إشي بسكر عندك الكويز. طيب، إذا 5 أسئلة مالتيبل تشويس، لا تركن على الغش، عندك راح يكون كويشن بانك، ماشي؟ فلا تركن على الغش أبدا. مادة الكويز شو راح تكون؟ الشابتر الأول ومعها إيش كمان؟ الشابتر الثاني لنهاية الإف ستيتمنت. يعني المرة الماضية لما بلشنا بالوايل، موضوع الوايل ما راح يكون داخل بالكويز الأول. طيب، موضوع الوايل ما راح يكون داخل بالكويز الأول. ايش الاوتبوت من هذا الكود حكينا المرة الماضية؟ شو الاوتبوت من هذا الكود اللي امامكم؟ شباب صبايا مين معاي؟ انا دكتورة معك، انا دكتورة. يلا ايش الاوتبوت من هذا الكود؟ هسألك شو تساوي واحد، هل الواحد أقل أو تساوي 10؟ نعم، فحيطبع إكس تساوي واحد أول شيء بالبداية. صحيح. بعدين حيزيد واحد، حيطبع إكس تساوي واحد، مرة بعدين إكس تساوي اثنين، بعدين إكس تساوي ثلاث، إكس تساوي أربعة، إكس تساوي خمسة، لحد إكس تساوي 10. صحيح. راح يطلع بعدين من الدوران، برنت سطر فاضي. بعدين أفتر وايل لوب إكس تساوي 11. 11، ممتاز يا معاذ، صحيح. صحيح كلام معاد. هون من واحد ل رح يطبع من واحد لأربعة، وبعدين رح ينزل سطر، وافتر وايل ايه تساوي خمسة. ممتاز يا رغد، صحيح. إذا بعد الدوران رح تكون خمسة. هون من واحد لخمسة ورح يتوقف عند الستة. اتأكد يا رغد. A بتساوي واحد، هل ال A أكبر أو تساوي خمسة؟ لا لا، فولس، فراح يطلع من الدوران، راح يطبع after while A بتساوي إيش؟ واحد. طيب هون A بتساوي واحد while ال A أقل من خمسة، print A بتساوي A، A minus equal one. هل ال A واحد؟ ممتاز. هل الواحد أقل من خمسة؟ true. ف طبع للواحد، لكن A minus equal 1 صارت صفر، صارت سالب واحد، سالب اثنين، عمره ما رح يصير الشرط false لأنه بدها تضل أقل من خمسة، فمعناته رح يصير عندي infinite loop، رح يصير infinite loop. طيب هون إيش الأوتبوت؟ بس خمسة. محمد بيحكي لنا بس خمسة، شو رايكم؟ دكتور بس خمسة، لأنه أول شيء نبلش العداد من خمسة. فالستة حتكون بيحكي لنا بس خمسة، ستة. شو رايكم؟ رنيم بتحكي لنا ستة، شو رايكم؟ جملة الإف غلط، تطلع فولس. الإف تطلع فولس، إذا إيش؟ يعني إيش قصدك خطأ؟ يعني بيعطي إيرور؟ لا بيطبعش. مش حيطبع ما بيطبع شيء دكتورة، حيطبع شيء. متأكدين؟ حتى البرنت ان داخل جوا جملة الاف، يعني مش حيطبعها. لا مش جوا الاف، هيها على مستوى الاف، يعني جوا الوايل، يعني الوايل جواها جملتين اف وبعدين برنت. نعمل رن نشوف. هاي رن، شو اعطاني؟ انفينيت لوب. انفينيت لوب، دوران لا نهائي. ليش؟ وايل الان اقل او تساوي خمسه، ماشي اقل او يساوي خمسه، هل الان اقل من خمسه؟ فولس، فما راح تزيد قيمه الان. برنت الان شو راح يطبع؟ الخمسه. رجع بالدوران، هل الخمسه اقل او تساوي خمسه؟ ترو. هل الان اقل من خمسه؟ فولس، ما راح يزيد بواحد، راح يطبع الخمسه. يرجع بالدوران وهكذا، اذا شو راح يصير عندي؟ انفينيت لوب، دوران لا نهائي. انفينيت لوب يعني دوران لا نهائي، واضحة؟ لو كانت هاي ايكوال شو صار الاوتبوت؟
شو رأيك وشو صار الأوتبوت؟ ستة. خمسة ولا ستة؟ ستة. هاي ران شو أعطاني؟ ستة. بلشنا بخمسة، هل الخمسة أقل أو تساوي خمسة؟ ترو. هل الآن اللي هي الخمسة أقل أو تساوي خمسة؟ ترو. أني بلس إيكوال ون شو صارت؟ ستة. اطبع طبع لي الستة، رجع بالدوران. هل الستة أقل أو تساوي خمسة؟ فولس، فبيطلع من الدوران. إذا شو طبع لي؟ ستة. واضحة؟ معاي؟ آه معاكي دكتورة، واضحة. معاكي دكتورة، معاكي واضحة. إيش تحكوا لي دخل الطلاب؟ في حدا مش داخل؟ أتوقع الكل داخل. طيب شوف لي هذا السؤال على الإف. X Y Z equal 4 6 3. ال X كم؟ 4. ال Y كم؟ 6. ال Z كم؟ 3. هل ال X modulus 2 بيساوي 0؟ True. And هل ال Z modulus 2 بيساوي 0؟ كمان true. لا false. ال Z كم قيمتها؟ 3. True and false. طلعت false. وين أروح؟ True and false بيطلع false. False. وين أروح؟ على ال F. على ال F صح. هل ال X أكبر من Y؟ ال X 4 وال Y 6. هل ال X أكبر من Y؟ false. لا false. False. وين راح يجي؟ على ال L. على ال L. برنت إيش؟ بايثون. إذا إيش الأوتبوت راح يكون؟ بايثون. طيب تعال على هذا الكود. Which of 1, 2, and 3 below gives the same result as the following nested if. X بتساوي سالب 10. إذا الـ X أقل من 0, print negative X is not valid. Else. شو يعني الـ else هون؟ عكس الشرط. عكس أقل، أكبر أو يساوي. إذا كانت أكبر، شو بدي أطبع؟ X is positive. Else معناته مش أكبر، ما ضلش غير يساوي. X is zero. مين بكافئ هذا الكود؟ شوف لنا هذا الكود الأول. هل الإكس أقل من صفر؟ print the negative number is not valid. else هل الإكس أكبر من صفر؟ print x is a positive number. else print x is zero. هل هاي مناسبة؟ هل هاي صح بتكافئ هذا الكود؟ لا دكتور ما بتكافئ. شو مشكلته هذا الكود؟ وين المشكلة هون؟ بصير F يكون لها أكثر من else؟ لا لا لازم تكون ال F. أيوة إذا ما بصير else else. طب نيجي هون، هاي مظبوطة الجملة الأولى ال F. هل ال X أكبر من صفر؟ آه. print positive else print is zero. هذا الحل صح؟ آه صحيح. بكافئ هذا الكود؟ آه بكافئ هذا الكود. هل الـ X أقل من صفر؟ print negative. هل الـ X أكبر من صفر؟ print positive. else print zero. هاي الـ else لمين راح تكون؟ للـ F الأخيرة. للـ F الأخيرة الأقرب لإلها، صح؟ فمعناته إذا كان الرقم سالب شو راح يطبع لي؟ negative number. راح يجي هون negative، بعدين راح يسأل، هاي إفات منفصلة. هل الـ X أكبر؟ لا، فمعناته شو راح يجي على الـ else ويطبع لي إيش؟ الزيرو، مع إنه سالب. عرفتوا؟ إذا هذا الكود ما بكافئ الكود الموجود عندنا. ماشي الحال؟ نرجع للسلايدات تبعونا. Write a Python code to calculate the factorial for input number n. بدي أحسب الفاكتوريال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو يعني فاكتوريال للنمبر؟ مضروب الرقم. مضروبة. صح. رقم. يعني لو حكيت لك مثلا مضروب الأربعة. أربعة في ثلاثة. بيعطيني. 24. صح. أربعة في ثلاثة. اثنين في واحد. ممتاز. أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد. أو اللي هي نفسها إيش؟ تساوي إيش؟ عجب. واحد في اثنين في ثلاثة في أربعة.
الجواب 24. لو بدي مضروب الخمسة، 1 في 2 في 3 في 4 في 5 120، أو 5 في 4 في 3 2 في 1 اللي هي 120. ماشي. طيب بدي أعمل دوران يحسب لي مضروب الرقم. بالأول بدي أقرأ شو الرقم اللي بدي مضروبه. أن بتساوي بس الواحد دكتورة. نعم ببلش اي من الواحد. يا ببلش من الرقم نفسه يا ببلش من الواحد، يا بطلع طلوع يا بنزل نزول. ان بتساوي انتجر انبوت انتر نمبر، هاي القيمه اللي انا بدي مضروبها. طيب شو القيمه اللي ما بتاثر على عمليه الضرب؟ الواحد. الواحد ولا الصفر؟ الواحد. اذا فاكتوريال ايكوال واحد. لو بدي جمع بحط القيمه الابتدائيه صفر، لو بدي ضرب بحط القيمه الابتدائيه واحد. طيب هذا اللي راح يكون فيه قيمه الفاكتوريال. هسه بدي ابلش بالدوران، بدي عداد. العداد شو بده؟ قيمه ابتدائيه وقيمه نهائيه عن طريق الشرط ومقدار زياده. اي ايكوال 1 وايل الاي اقل او تساوي ايش؟ واحد و 4 24 4 فاكتوريال اللي هي 20. شو رايكو؟ خمس دكتور. شو رايكو؟ أربعة. شو رايكو؟ الأربعة هاي مثال، لكن إحنا إيش عملنا؟ قرأنا قيمة بدي مضروبها، شو سميتها القيمة؟ N فكتوريال، صح؟ إذن while الآي أقل أو يساوي N، طالما إنه العداد أقل أو يساوي N، شو بدي أعمل؟ فكتوريال بيساوي الفكتوريال ضرب إيش؟ الآي. الآي ممتاز، لأنه الآي هي اللي بتتغير 1 2 3 4. هلا بدي أزيد العداد اللي هو الآي. آي بتساوي آي زائد 1، زيد العداد بواحد. برجع بالدوران، لساتني أقل أو يساوي أن، ماشي اضرب وبعدين زيد العداد بواحد. بس أخلص شو بدي أطبع؟ الفاكتوريال. برنت فاكتوريال أوف N equal N قيمة الفاكتوريال. فاكتوريال of N equal قيمة الفاكتوريال. نجرب. دخل اليوزر 4، شو راح يعطي المضروب؟ 24. فاكتوريال of 4 equal 24. دخل اليوزر مثلا 5، فاكتوريال of 5 بيساوي 120. إذا هذا كود بحسب الفاكتوريال. واضح؟ واضح. طيب نرجع على السلايد، برضو حال اللي إياه، بس حال اللي إياه بالعكس. نزول. نمبر بتساوي انبوت انتر ذا نمبر، ان بتساوي انتجر للنمبر، اي بتساوي ان. بلش العداد من وين؟ من الان. الاف يعني الفاكتوريال القيمة الابتدائية لإلها واحد. بما انه بلش العداد من ان، اذا بده يمشي نزول. وايل الاي اكبر من واحد، او لو حكى اكبر او يساوي واحد ما راح تعمل لي مشكله، لانه واحد ضرب اي شيء بضله زي ما هو. وايل الاي اكبر من واحد، اذا عكسنا الاشاره هون. اف بتساوي اف ضرب الاي، اضرب الاف بالاي. بعدين اي بتساوي اي ماينس 1، بما اني نازل نزول بدي اطرح. هلا برنت نزل سطر جديد، وبعدين برنت فاكتوريال فور نمبر ان ايكوال. واضح المثال دكتوره؟ كيف يعني نزل نزول؟ ما فهمتها. بلش من الان لحد الواحد، يعني ايش؟ 4 في 3 في 2 في 1. انا حليت هون ايش؟ 1 في 2 في 3 في 4. هو بالعكس، بلش من الان ونزل نزول، فسال هل الاي اكبر من واحد؟ اذا اكبر من واحد اضرب، فراح يضرب. اف بتساوي اف ضرب الاي. كم الاف كانت عندي؟ هاي الاف شو قيمتها اول اشي؟ واحد صح؟ وهاي الاي شو قيمتها؟ كمان واحد. لا اي ان، اي قيمتها ان اللي هي الاربعة صح؟ هاي الاربعة. وايل الاي اكبر من واحد، هل الاي اكبر من واحد؟ اكبر. اف بتساوي اف ضرب الاي، واحد في اربعة أربعة.
اي بتساوي اي ناقص واحد، شو صارت؟ ثلاث. ثلاث. رجعنا بالدوران، هل الاي اكبر من واحد؟ نعم. اف بتساوي اف ضرب الاي، اربعة ضرب ثلاث كم؟ 12. صح؟ اي بتساوي اي ناقص واحد، شو صارت؟ اثنين. رجعنا بالدوران، هل الاي اكبر من واحد؟ نعم. اف بتساوي اف ضرب اي، 12 ضرب 2 كم؟ 24. اي بتساوي اي ناقص واحد، كم صارت الاي؟ واحد. رجعنا بالدوران، هل الاي اكبر من واحد؟ فولس. بطلع من الدوران، برنت، بنزل سطر فاضي، بعدين the factorial for number n اللي هو 4 بيساوي 24. فهمتوها؟ نتبع الكود اللي انا كتبته، اذا هذا نازل نزول. نيجي على الكود تبعي اللي هو طالع طلوع. هاي عندي الآن حكينا 4 الفكتوريال قيمتها إيش؟ 1 والآي قيمتها 1. واي للآي أقل أو يساوي أن، ترو ولا فولس؟ ترو، الآن على أساس إنها 4. فاكتوريال بيساوي فاكتوريال ضرب الاي، واحد في واحد واحد، اي بلس ايكوال 1 2. رجعت بالدوران، هل الاي اقل او تساوي ان؟ نعم. فاكتوريال بيساوي فاكتوريال ضرب الاي، واحد في اثنين شو صارت؟ اثنين. اي بلس ايكوال 1 شو صارت؟ ثلاث. رجعنا بالدوران، هل الاي اللي هي الاثنين اقل، ثلاث سوري، اقل او تساوي ان؟ ترو. فاكتوريال بيساوي فاكتوريال ضرب الاي، كم صار؟ 2 ضرب 3 6. اي بلس ايكوال 1 شو صارت؟ 4. رجعنا بالدوران، هل الاي اقل او تساوي ان؟ الاي 4 اقل او تساوي 4، ترو. فاكتوريال بيساوي فاكتوريال ضرب الاي، 6 ضرب 4 24. اي بلس ايكوال 1 شو صارت؟ 5. رجعنا بالدوران، هل الاي اقل او تساوي ان؟ فولس. بطلع من الدوران، فاكتوريال اوف الان اللي هي ايش؟ الان اللي قرأتها بالبداية 4 بتساوي 24. ماشي الحال؟ واضحة؟ واضحة دكتور. مهم تعرف تتبع لأن الأسئلة multiple choice بجزء كبير بيكون منها إنك تتبع تطلع الأوتبوت. احيانا الوايل بيكون معها إلس بارت، متى باجي على الإلس؟ لما يكون جواب الشرط فولس، يعني بس اطلع من الدوران رح اجي على الإلس بارت، بس يكون جواب الشرط فولس رح اجي على الإلس بارت. هون صراحه مش مفيد كثير لانه لاغيين من الماده البريك والكونتينيو، هي بيكون دورها اكبر لو كان في عندي بريك بالجمله. ماشي؟ فيعني خلاص بس اعرف انه الالس اذا كان جواب الشرط فولس راح يجي عليها بينفذ الجزء الموجود هون. A بتساوي 1، Y للA اقل من 5، برنت A بتساوي A، شو راح يطبع لي؟ 1. 1، بعدين 2، بعدين 3، بعدين 4. بس صار بس صار الجواب الشرط فولس، يعني الA مش اقل من 5، راح يجي على الالس بارت، شو راح يطبع؟ Y الالس A بتساوي ايش راح يطبع؟ 5. وبعدين بس خلص الالس افتر وايل A بتساوي كمان راح يطبع لي 5، يعني القيمه اللي طلعتني من الدوران اللي هي الخمسه. زي ما حكيت لك الالس هون مش كثير لها فائده، لكن اعرف انه ممكن يجي عندك مع الدوران الالس. هاي عندك 1 2 3 4، وايل الالس A بتساوي 5، after while A بتساوي 5. النوع الثاني من الدوران اللي هو الفور لوب، لكن قبل ما نروح له بدنا نضل شوي بالوايل. read 10 numbers
أو read thin marks, find the average of them. بدي أقرأ عشر علامات وأوجد معدلهم. كيف بدي أقرأ عشر علامات وأوجد معدلهم؟ بدي أعمل دوران من إيش لإيش؟ من واحد لعشرة. واحد لعشرة. لو حاكي لك أن مارك بقرأ بالأول الأن وبعمل دوران من واحد لأن. طيب؟ إذن I بتساوي واحد. While الI أقل أو تساوي عشرة. إذا بدنا نثبت على عشرة. إذا ما بدنا نثبت على عشرة بدنا أن بنقرأ بالأول أن جملة قراءة وبعدين بنحكي while الI أقل أو تساوي قيمة الأن. طيب شو رح أعمل بالدوران؟ بحكي لك اقرأ عشر علامات. إذن لازم أقرأ العلامات. مارك بتساوي المارك شو نوعها؟ فلوت أو انتجر مش مشكلة. انبوت انتر مارك. إذا دخلنا علامة. هاي العلامة شو بدي أعمل فيها؟ عشان أوجد معدل معناته لازم أجمع. أجمع كل العلامات اللي بدي أطلع. صح بدي أجمع العلامات وأقسمهم على عددهم. إذا هاي عندي السام شو بده يساوي؟ صفر. السام رح يساوي صفر. هلا دكتور بدي أعمل المارك هاي عشر مرات لكل علامة لحال جملة واحدة. بالدوران رح أقرأ عشر مرات صح؟ مرة واحدة أنا بكتبها لكن رح يلف عليها الدوران عشر مرات. تمام يعني مش لازم أكتب عشر مرات الجملة يعني كل مرة أنا أدخل أي عامل. هاي فايدة الدوران إني أنا ما أكرر، هي الجمل هاي بدي إياها تتكرر فأنا بحطها داخل دوران. إذا while الآي أقل أو يساوي عشرة، مارك بتساوي float input enter mark، قرأت قيمة. شو بدي أعمل فيها؟ sum بيساوي السم زائد المارك. اجمع قيمة المارك على السم. شو ضل علي؟ الدوران هاد، هاي القيمة الابتدائية، هاي مقدار هاي القيمة النهائية. شو ضل علي؟ قسم السم على عشرة؟ لا، مقدار الزيادة عشان ما يصير عندي انفينيت لوب. صح؟ هاي القيمة الابتدائية، هاي القيمة النهائية، وهاي مقدار الزيادة. العلامة الأولى جمعتها، برجع بالدوران، العلامة الثانية اقرأ واجمع. رجعت بالدوران لسه أقل من عشرة، أقل أو يساوي عشرة لسه. اقرأ العلامة واجمعها وهكذا لحد ما يخلصوا العشرة. بس أخلص شو بدي أحسب؟ average. average إيش بده يساوي؟ مجموع القيم على عددهم. وين مجموع القيم؟ sum. وين عددهم؟ عشرة. إذا average بيساوي sum على عشرة. شو بدي أطبق؟ قيمة sum average A, V, G. إذن اطبع قيمة الأفريج. هاي رن. انتر مارك. دخل العلامة. دخلت العلامة 70. دخلت العلامة 50. دخلت العلامة 35. دخلت 90. دخلت 88. 66. 55. 88. كم صاروا؟ هاي. أعطاني معدلهم كم؟ 68.5. إذن دخلت 10 علامات وأعطاني معدلهم 68.5. هل هذا الدوران عدد المرات فيه معروف؟ معروف، اللي هم إيش؟ عشر مرات من واحد لحد عشرة. فعدد مرات الدوران بهذا المثال معروف. ممكن أستخدم الوايل ستيتمنت لما يكون عدد مرات الدوران غير معروف. شو يعني؟ read numbers until entering minus one. read marks خلينا نحكي until entering minus one. ضلك دخل قيم لحد ما تدخل سالب واحد. find
the average of them. إذا ندخل قيم لحد ما تدخل سالب واحد توجد معدل هدول القيم. إذا نشوف شو بدنا نعدل على السؤال. هون أنا ما بعرف وين راح يدخل اليوزر السالب واحد، بجوز من أول مرة، بجوز من خامس مرة، بجوز من عاشر مرة. إذا هون عدد مرات الدوران غير معروف. إذا هون دوران ما بيعتمد على عدد مرات، بيعتمد على قيمة معينة بسميها sentinel value. بسميها sentinel value أو stop value. إذا بضلني أدخل لحد ما أدخل قيمة معينة، شو حكى لي هون بدي أدخل السالب واحد. إذا هذا دوران ما بيعتمد على عدد مرات. نشوف شو التعديلات. sum equal zero. I equal one. الآي ليش؟ لأني أنا بحتاج عددهم عشان أوجد المعدل، المعدل مجموع القيم على عددها. لو هو ما بده المعدل، بده الجمع المجموع، فما في داعي أصلا للعداد، ما في داعي ساعتها للعداد. خليه أول إشي السؤال بدنا نوجد السم. طيب بدي أفرجيك إنه أنا مش ضروري أعدهم. طيب بدي أقرأ المارك. ليش قرأت المارك برا؟ يعني بدي أسأل عنها. الشرط هلا بطل يعتمد على عدد مرات. float input enter mark. دخلت علامة برا الدوران، بحكي له طالما انها المارك لا تساوي سالب واحد ادخل بالدوران. مش انا حكيت ضلك اقرا علامات لحد ما تدخل سالب واحد؟ اذا طالما انه العلامه مش سالب واحد ادخل بالدوران. اذا العلامه مش سالب واحد شو بدي اعمل؟ اجمعها. sum بيساوي السم زائد المارك. طيب انا مش محتاج اعدهم اذا انا بدي بس المجموع. شو ضل اعمل داخل الدوران؟ لو انا انهيت هيك برجع بالدوران، بضل يسأل عن أي علامة؟ عن نفس العلامة الأولى اللي أنا دخلتها. فهيك الكود رح يصير عندي infinite loop. فشو لازم أعمل؟ هاي القراءة رح أرجع أكررها هون. ليش؟ هون قرأت القيمة الأولى فقط لأنه الشرط بيعتمد عليها. دخلت الدوران جمعتها، رجعت قرأت عشان قبل ما أرجع بالدوران يكون في قيمة جديدة بسأل عنها، لأنه لو ما في قيمة جديدة بدي يصير عندي infinite loop. افرض دخلت 80 أول مرة، هل المارك لا تساوي سالب واحد؟ نعم لا تساوي سالب واحد، اجمعها صار 80. هلأ لو ما في قراءة بيرجع بالدوران بيسأل عن 80، بيرجع بيسأل عن 80، بيرجع بيسأل عن 80، فبصير عندي infinite loop. فعشان هيك عملنا قراءة بآخر الدوران. دخل اليوزر 90، برجع بالدوران بحكي هل هي لا تساوي سالب واحد؟ لا تساوي سالب واحد، بجمعها برجع بقرأ. دخل سالب واحد، برجع بالدوران هل هي سالب واحد؟ نعم سالب واحد، بطلع من الدوران. شو بدي أطبع له بس أطلع من الدوران؟ برنت إيش؟ sum equal قيمة السم. هون أنا وجدت المجموع وليس المعدل. يعني هذا الدوران ما بيعتمد على عدد مرات، بيعتمد على شرط معين، قيمة معينة هي راح توقفني عن الدوران. هايرن انتر مارك، دخل العلامة. دخلت العلامة 88، ماشي مش سالب واحد، أخذها. دخلت 90، أخذ لي إياها. دخلت 55، أخذ لي إياها. دخلت سالب واحد، هاي انتر، أعطاني مجموعهم ولا لا؟ أعطاني مجموعهم. بجوز يوزر يجي يدخل سالب واحد من أول مرة، راح أطلع من الدوران مباشرة. السم بيساوي صفر. إذا هذا دوران ما اعتمد على عدد مرات، اعتمد على قيمة sentinel value أو stop value، توقف عند قيمة معينة. واضحة؟ لو بدي المعدل شو بضيف؟ I equal 1، وهون شو بعمل؟ بس أجمع القيمة I plus equal 1 وبس أخلص. بدي إيش المعدل؟ print sum على عددهم اللي هو ال I، أو بحكي له average بيساوي sum على ال I وprint لل average. هايرن دخل اليوزر العلامة 90، دخل اليوزر
70، دخل اليوزر العلامة 77، دخل سالب 1، طلعنا من الدوران، شو طلع المعدل؟ 59.25. دكتور مش واضحة 100% يعني. هسا فكرة إنه الآي تساوي سالب 1، أي قيمة غير سالب 1 بأخذها؟ يعني أخذت سالب 3 ولا اشترط فقط راح يأخذها؟ كل القيم راح يأخذها إلا السالب 1، هيك السؤال بحكي لك، راح يأخذ أي قيمة إلا السالب 1، إذن أنا بتوقف عند القيمة سالب 1. افرض بدنا نحكي له أي قيمة أقل من 35 لا تأخذها، إذن until entering a value less than or equal 35. إذا شو الشرط صار؟ while المارك إيش؟ شو صارت المارك؟ while المارك أكبر من 35 خذ لي إياها. مش هذا اللي بدك إياه يا معاد؟ دكتور بالضبط. هيك صارت إنه طالما أكثر من 35 خدها، بس هناك أنا حددت قيمة واحدة السالب 1، ممكن أحدد سالب 99، ممكن أحدد أي قيمة أو رينج. إذا القيمة أكبر من 35 خد لي إياها، إذا أقل من 35 لا تأخذها. بيطلع من الدوران هايرن إنتر مارك، دخل اليوزر 66، دخل 99، دخل سالب 1 أو أي قيمة أقل من 35، دخل 20، ناش نأخذ العشرين. أخذ هدول القيمتين، أعطاني معدلهم اللي هو إيش؟ 55. العشرين ما بتدخل بالحسبة. طيب، وإذا أنت أشطر شوي قبل ما تعمل السم على I، بتشيك الI إنها ما تكون صفر عشان ما يصير عندي division by zero. افرض اليوزر من أول مرة دخل سالب 1، إنتر مارك إجا دخل سالب 1 أو دخل قيمة أقل من 35، هاي 20. فهون عندك السم اللي هو كم؟ صفر. صفر على عددهم اللي هو كم؟ الآي بلشت 1 هون، فهاي أنقذتني من الديفيجن باي 0. الآي بلشت 1 فصفر على 1 أعطاني المعدل اللي هو صفر. ممكن أشيك إنه ما يكون الآي صفر، لكن إحنا أوريدي مبلشينها من 1 مش من صفر، فمتجنبين الديفيجن باي 0. اللي بدي أحكيه من هذا المثال إنه الوايل ستيتمنت أنا ممكن أستخدمها لدوران معروف عدد المرات زي هذا، أو لدوران غير معروف عدد المرات زي هذا الدوران. ضلك اقرأ لحد ما تدخل قيمة معينة. هذا اسمه دوران بيعتمد على سنتينال فاليو، بس حبيت أوصل لك هاي الفكرة. ماشي الحال؟ النوع الثاني من الدوران اللي هو الفور لوب. الفور أسهل، for i in range من 1 ل 6. بجملة واحدة بختصر القيمة الابتدائية والقيمة النهائية ومقدار الزيادة. ماشي؟ شوف معي. for i in range من 1 ل 6 print i equal قيمة ال i. لما بحكي الرينج من 1 ل 6 يعني أنا بدي القيم 1 2 3 4 5، الستة ما بتكون داخلة بالرينج. ماشي؟ الفور ستيتمنت بتسأل عن القيمة إنها تكون أقل من 6، الستة ما بتاخذها. فمعناته هاي رد شو أعطاني؟ I بتساوي 1، I بتساوي 2، I بتساوي 3، I بتساوي 4، I بتساوي 5. وين القيمة الابتدائية؟ هيها. وين القيمة النهائية؟ هاي، بس هاي ما بعد القيمة النهائية، يعني لازم تكون أقل من 6. مقدار الزيادة هون بيجي. إذا أنا ما حطيت مقدار زيادة بيكون الديفولت عندي 1. مقدار الزيادة إذا أنا ما حطيته معناته بده يكون الديفولت عندي 1. هيها نفس الأوتبوت. لو بدي مقدار الزيادة 2 حيطبع أي تساوي 1، أي تساوي 3، أي تساوي 5. ممتاز، أخذ الواحد والثلاث والخمسة. شو القيمة اللي طلعتني من الدوران؟ 6. خلينا نشوف. لا هون السبعة. سبعة. خلينا نشوف مع بعض، خلينا نشوف مع بعض. هايرن، شو القيمة اللي طلعتني؟ 5. الخمسة بيختلف عن الوايل شوي. القيمة النهائية هون بدها تكون أقل من الستة، فهي الخمسة هي اللي طلعتني. ماشي؟ إذا بعد الدوران شو قيمة الآي؟ قيمتها 5. قيمتها 5. الستة ما طلعنا لها ولا السبعة. إذا القيمة اللي طلعتني من الدوران اللي هي الخمسة. خلي مقدار الزيادة 1.
بتصير ستة من اي تساوي ستة وال... لا خمسة كمان بتصير نفس الاشي نفس الاشي اللي بتطلعني هي الخمسة اخر قيمة ماشي. هذا الاشي خاص بالبايثون، اللغات الثانية مش هيك شغالة بس بالبايثون هيك شغالة. اذا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة والقيمة اللي طلعتني من الدوران اللي هي الخمسة نفس القيمة النهائية هي اللي طلعتني من الدوران، ففي اختلاف شوي عن الوايل ستيتمنت هون بالقيمة النهائية. إذن هون من واحد لستة طبع للقيم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هاي الفور ستيتمنت. بستخدمها مع الكوليكشن زي الليست والسترينج ورح نجي له بالتفصيل إن شاء الله. The range function represents a sequence of integers. الرينج حطينا فيه ثلاث أرقام. The range function takes three arguments. هاي الرينج، وين الرينج؟ هيو. ماشي؟ باخذ ثلاث قيم، شو هم هدول الثلاث قيم؟ The beginning of the range assumed to be zero if not provided. إذا أنا ما حطيت قيمة ابتدائية شو بيعتبره؟ صفر. صفر. إذا ما حطينا قيمة ابتدائية بيعتبره صفر. إذا القيمة ابتدائية optional، إذا ما حطيتها راح يعتبره صفر. The end of the range but not inclusive، يعني مش داخلي بالرينج، up to but not including the number required، يعني حطينا للستة بس هو فعليا أخذ للخمسة. خمسة. The step of the range assumed to be one if not provided، مقدار الزيادة إذا ما حطيناه بيعتبره واحد. If only one argument provided, assume to be the end value. For I in range, وحكينا ستة. بس رقم واحد عندي. شو الستة هاي بتكون؟ القيمة الابتدائية ولا النهائية ولا مقدار الزيادة؟ النهائية. النهائية. ليش؟ لأنه الابتدائية optional. مقدار الزيادة optional. إذا ما ضلش إشي إجباري إلا النهائية. صح؟ هاي عندي run شو أعطاني؟ من صفر هلأ بلش. ليش؟ حكاني default، إذا ما كانش عندي القيمة الابتدائية بيكون الديفولت إيش؟ صفر. صفر. عندي صفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة وطلع من الدوران عند الخمسة. طلع من الدوران عند الخمسة. واضح؟ نشوف الكودات اللي كاتب لنا إياهم. For I in range من واحد لخمسة برنت ال I شو راح يطبع؟ من واحد لأربعة. من واحد لأربعة. صحيح. For I in range خمسة برنت ال I. سوري هاي من صفر لأربعة دكتورة. لأنه هاي من واحد طبعا هاي من صفر. صفر واحد اثنين ثلاث أربعة. شو القيمة اللي طلعتني من الدوران؟ أربعة. الأربعة. أربعة. For I in range 1, 5, 2 print ال I 1 و 3 1 و 3 صح؟ هاي 1 فاصلة 5 فاصلة 2 هاي run شو عطاني 1 و 3 شو القيمة اللي طلعتني من الدوران؟ 3 الثلاث لأنه الخمسة not included فهو كل مرة بيزيد 2 أخذ الواحد والثلاث ماشي؟ طيب for I in range 5 1 سالب 1 برنت ال I 5 و 4 وبيطرح 1 5 4 3 2 أيوة والواحد not included شو القيمة اللي طلعتني من الدوران؟ 2 الواحد not included هون نازل نزول هاي عنا عطاني 5 4 3 2 شو القيمة اللي طلعتني من الدوران اللي هي قيمة الـ I راح تكون إيش الاثنين نفس القيمة الأخيرة اللي هي نفسها بتطلعني من الدوران لو كان واحد كاتب هون بالغلط مقدار الزيادة واحد هاي رن شو صار خطأ لأنه ما في خمسة لواحد وتكون الزيادة واحد استنى شوي من من خمسة لواحد ومقدار الزيادة واحد برنت الـ I شو رأيكم؟ الخمسة أكبر من واحد ما رح يطلع شيء ما أعطاني إشي صح؟ ما في أي output ما في أي output الخطأ هذا مش لهاي الخطأ كان على هاي الجملة
إذا ما في أي output. الآي بدها تبلش بخمسة، وبعدين هل الخمسة أكبر من واحد؟ الخمسة مش أكبر من واحد، الخمسة أكبر من واحد لكن عندي مقدار زيادة هون بالسالب، فما راح تزبط معانا، ما راح يزبط معانا هذا الدوران. إذا كان أصلاً الرينج فيه مشكلة ما بصير أطبع الآي بعدي، هاي راح تعمل إشكالية. هاي الجملة اللي عطتني إيرور لأنه خلص أصلاً ما بيعمل إنيشاليزيشن للخمسة. ماشي؟ أخذني خمسة للواحد بس، يعني خمسة وواحد كتب شو بيعطينا؟ نفس يعني الإشي، خمسة وواحد يعني مقدار الزيادة واحد، أي إشي مش مكتوب يعني الديفولت إله واحد طبعا. اللي هو مقدار الزيادة. أما القيمة الابتدائية إذا مش مكتوبة بتكون معناها الديفولت لإلها صفر. لو هيك هاي بتكون القيمة النهائية واحد، حيطبع صفر وواحد صفر. هاي شو طبع لي؟ صفر. مش حكينا القيمة الابتدائية الديفولت لإلها صفر، القيمة النهائية لازم أخذ اللي قبلها صح؟ معناته بس أخذ لي الصفر. صفر. شو القيمة اللي طلعتني من الدوران؟ الواحد. ليش يا جماعة؟ مش حكينا بالفور آخر قيمة هي نفسها اللي بتطلعني من الدوران؟ الصفر هي نفسها اللي طلعتني من الدوران. طيب معاي ولا لا؟ معاك. أوكي نستدلو بخليه المرة الجاي لأنه بده هيك تركيز وبده تعمق. توقف هون اليوم، يعطيكم العافية. الوايل والفور مش داخلين بالكويز، داخل معك الشابتر الأول ونص الشابتر الثاني، يعني نهاية الإف ستيتمنت. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. ما حد ينسى موعد الكويز. دكتور رح يكون نظام الكويز كله عبارة عن أوتبوت ولا حيكون في أسئلة مقالية أو حفظ أو قصص؟ لا لا حفظ ما فيش. مالتيبل تشويس صح؟ رح يكون مالتيبل تشويس خمس أسئلة ربع ساعة. يعطيك العافية. يلا يعطيكم العافية. ألا فيكم هلا.